لقنا بكم مستمعينا، مازال مستمر دائما في برنامج مولاتي. وصلنا لفقرة النصائح الخاصة بالأطفال، ومعنا أخصائية الحمية والتغذية أسماء أزريول. أهلا بك أسماء. أهلا سناء. اليوم نبغيو نتعرفوا معاك ونعرفوا جميع الأمهات كيفاش يتعاملوا مع الملح والسكر في تغذية الأطفال. نعم، الملح والسكر، التعامل الأم اللي كتعرف تتعامل مع الملح والسكر كيكون هذه هي الطريقة المثالية، وهو المفتاح اللي غادي يخليها يخلي التغذية ديالها للأطفال تكون بواحد السلاسة، بواحد التلقائية، بدون أي صعوبات. مجرد ما كندخلوا الملح والسكر هنا كيبداو المشاكل، كيبداو المشاكل عند الأطفال ديال الذوق، لأن مجرد ما كيتعود على المذاق المالح ولا المذاق اللي حلو كيولي كل شيء خصو يكون حلو ويكون مالح، لأن هاد الشيء عنده علاقة بالجهاز العصبي عند الأطفال اللي كيولي كيعرف غير داك المذاق المالح وال والحلو. فهنا دائما لازم أننا نحاولوا نبعدوا على كل، خصوصا في 6 شهور الأولى، يعني الوقت اللي كيبدأ داك الطفل كيكتشف أذواق وكيكتشف الأكل، خصنا نبدأ له بكل ما هو طبيعي، كل ما هو أغذية طبيعية، ونخليه المذاق ديالها هو اللي يكون غالب، باش من بعد ما كيكونش عنده مشاكل. لأننا كنسمعوا الأطفال كيكونوا في سن متقدمة ولا في المراهقة ولا حتى في الكبر ما كيبغيش واحد النوع معين ديال الأكل، لأنه ربما ما تذوقوش في سن مبكرة، ولا ربما أنه تذوق بواحد الشكل اللي ماشي مزيان. لهذا دائما أول حاجة أننا نديروها نبعدوا على الملح والسكر للأطفال، لأن إلا كان الطفل كياكل بطريقة متوازنة، كنعطيوه خضيرة، كنعطيوه الفطور الحليب ديالو، هذا راه الحاجيات ديالو من الصوديوم راه كتكون كافية، يعني كنعطيوه الحاجيات ديالو، ما محتاجش أنا نضيفو له هذوك الإضافات، يعني زيادة كترهق الأعضاء الحيوية ديالو. ربما كتبقى غير في السلوك يعني ديال الأم، خاصة لأنه كتكون قريبة من الولد بحكم أنها هي اللي كطيب، يعني الأم اللي خاصة يعني تكون عندها، تكون واعية بالخطورة ديال الملح والسكر اللي أنا وليداتنا يعني في سن طبعاً مبكرة، طبعاً مشاكل صحية. نعم كتشكل، يعني تخيلي أن هذاك الطفل عنده 6 شهور، الأعضاء الحيوية دي يلاه كيكتمل النمو ديالها، وانتي كتحمليها فوق الطاقة ديالها بأنك كتعطيها الملح فوق الاحتياجات ديالها. حبيبة ديالي خلي لي الضحكة ديالك، بغيتي تلعب مع ماما، ودابا وقت الوجبة ديالك ياك، لأني كنعرف أن الحبوب الطبيعية مهمة لك بزاف، كنعطيك نسلي سيغيلاك، وجبة كاملة غنية ب 12 الفيتامين والكالسيوم والحديد، ومدعمة حتى بالبيفيدوس باش تكبر ليا مزيان وتحمي نفسك، وهذا الاختيار أنا متأكدة منه، كل ما عرفتك كل ما عرفت اللي كيناسبك. إذن نمشيو ونجاوبوا على تساؤلات الأمهات. كان أول تساؤل الله يخليكم، بغيت نعرف ولدي كياكل غير بطاطا مطحونة بيوغي أو على شكل صوبة، دابا عنده 9 شهور وعزيز عليه كذلك خيزو مطحون، ملي كنعطيه القرعة الخضراء أو القرعة الحمراء أو أي نوع من الخضراء ما كيقبلوش، كيبدأ يرجعوا يعني بلسانه، فواش نضيف ليه شوية ديال الحلاوة باش تجي بحال الحلاوة ديال الخيزو بالبطاطا؟ لا بالعكس، يمكن تضيف خيزو للقرعة، ضيف خيزو بنفسه للقرعة، تخلط يعني الخضراء يعني. نعم. ضيف ودابا عنده 9 شهور يعني فات هذيك المرحله اللي ممكن انه يتخوف من نعم من انه عاده الخضره ندخلوها تدريجيا دابا عاده خصنا نبداو في 9 شهور يكون ضخم من كل شيء، وماشي غير مني بغينا الطفل واحد النوع معين من الاغذيه نبقاو حاطين على هذاك النوع المعين، صافي راه ولدي كيبغي هذه نبقى نعطيه غير مثلا كيبغي خيزو نبقى نعطيه خيزو، لا نحاول مني بغاه مزيان نحاول نعطيه انواع اخرى ديال الماكله، بحال دابا هاد السيده اكيد انه النهار الاول ما بغاش القرعه خلاته وبقات كتعطيه خيزو وبطاطا اللي كيعجبو وخلات القرعه، لا نعطيها ونعاود بدون ملل حتى يتعود عليها. كيف قلتي ولا يعني بهالطريقه اللي يعني تخلط، كيف قلتي مثلا الحلاوه الجلبانه اولا الحلاوه خيزو ضيف ليها البطاطا القرعه كذلك، تحاول ان تشوف طبعا الحلاوه الطبيعيه اللي موجوده الخضره. تساؤل اخر من عند دنيا ام ليندا من رباط، شكرا لكم على كل هذه المعلومات والنصائح اللي كتقدموا لنا. الله يخليك، عندي جوج تويمين ولد وبنت، دابا
عندهم سبع شهور وجوج ديال الاسابيع، بغيت نعرف البدائل ديال الملح والسكر، كنسمع عليهم دائما وبغيت ما نبقاش نعطيهم الملح والسكر، وبغيت بدائل تكون صحيه. هي دارت بين قوسين الزيت البلديه، قزبر معدنوس، الزعتر والثومه، واش هادو مزيانين يعني الوليدات؟ نزيدوا الحامض، نزيدوا الخل، الخل الطبيعي بدون ملونات لشي حاجه. اما البدائل العطريه مثلا، العطريه كامله ممكن ديرها ما عدا بالنسبه بنسبه قليله بحال الابزار، يعني كتكون نسبه قليله، ولكن بحال دابا الخرقوم ممكن نكثروه ماشي مشكل. الخرقوم البلدي، الخرقوم البلدي ممكن، عواد ممكن نكثروه. اما البدائل الاخرى ديال السكر وديال الملحه، فكنلقاو الملحه اللي فيها البوتاسيوم بلاصه الصوديوم كيديروا كلورو البوتاسيوم، هذه غير منصح بها. كذلك بدائل اخرى بحال البدائل الصناعيه ديال السكر بحال السوربيتول، بحال هذوك الاطفال ممنوع اننا نديروه، ممنوع. البدائل اللي هي كاينين طبيعيه، كاين بديل طبيعي اللي هو نبته طبيعيه اللي هي لاستيفيا، ولكن بالنسبه للاطفال من احسن حتى الذوق، المذاق ديالها حلو وزيرو كالوري وطبيعيه، ولكن المذاق الحلو حنا اللي عندنا فيه ايضا مشكل، ماشي غير السكر بنفسه، ولا خص الاطفال يتعودوا على المذاق ديال الاغذيه ولا نسمو بكل ما هو طبيعي. نمشيو لاخر تساؤل توصلنا به ولدي، عنده دابا 3 سنين ولفنا في الدار ياكل معنا بطاطا مقليه فريت مرشوشه بالملحه، وكيدير فيها الكاتشوب كتعجبو الحلاوه ديالها، حين خوته الكبار كياكلوها دائما، وانا خفت عليه من زياده في الوزن ومشاكل ضغط الدم. فهذا مشروع طفل يعني غليظ، مشروع طفل الا بقى يعني البطاطا فريت ربما كياكلوها باستمرار مع الكاتشوب وليا صلصه حلوه. تخيلي ان هاد البطاطا مقليه مع الزيت ملي كتقلى، فكل تقريبا 100 غرام كتقدر توصل يعني في لابور كالوريك للربع ديال لابور كالوريك جورناليير، يعني الربع ديال الطفل. هذه كميه خاطئه. يعني مثلا الطفل كيحتاج مثلا واحد 150 كالوري في 1500 كالوري في اليوم مثلا، فهو غادي ياخذ لو كار الربع غير من هذاك الوجبه، فبقالو يعني ها هو تقريبا خذا الحاجيات ديالو من لي كالوري، ولكن منين خداها حاجيات فارغه ما فيهاش لا فيتامينات، ما فيهاش لا معادن، ما فيها حتى شي حاجه، فيها فقط دهون اللي هي مشبعه. ونعرفوا ان صاصات الكيتشوب كل معلقه كبيره ديال لاصوص فيها معلقه صغيره ديال السكر. فتخيلي هاد لا كومبينيزون هادي، هاد الخلطه هادي خلطه ممتازه باش يزيد الطفل في الوزن في اقصر وقت. شكرا لك بزاف اسماء زروه، الاخصائيات الحمله والتغذيه، على كل هاد النصائح اللي قدمتي لنا اليوم. نلتقيو بك الحلقه المقبله اللي غادي نتكلموا فيها على الفرق ما بين حبوب القمح الخاصه بالاطفال والبسكويت.